كيل خليفة وربو ما لا تخرب وتشويت بن سرداب هذا بوشي هو أف بشرة أفا نافشتي نافت خدي بخد شد كرن والعياذ بالله هند خد كرن إله عالمي ها أفا نا رب العالمين يعني شمدي الواحد لحت الفرد الصمت تبدرس داي خدي بنياسي لزاني كاتشدش خدي مازن كريا تدوي مازن كي تدوي بقدريقي تدوي حرمة مازن داوي هذا حدود خدنا تلك حدود الله فلا تقربوها شيار بنزيك نبيش حدود خدنا در كبي هر ملك يكي بوانا كي خريطاك هاي حدودك هاي وقت تتشي تجاوزت كي دعو ملك حساب القبتك بجيت انزان حدودت ملك يشخرا مواسطة پیغمبرت بجيت انزان بوانا خد تعالى چنا نزيك نبن اي بس خب بتا سر بوانا يكي احتمالا بتتنا بشتاني بشريت ده مشكلة وفدنا شبن قال جا خوين داري اسرا وات سات شي بوي بيجي تنزان حديدت خدي حديدت خدي بامر يا خدي يا شارب نزيك نبن سورة البقرة آيات حشت وحفتي آيات قادي تلك حدود الله فلا تعتدوها تعدي نكن ومن يتعد حدود الله وهاتش تعديك يا ربي جيبوري فأولئك هم الظالمون نافي الظالم أدانا سرواجي آيات دوصاد وبستنة سورة البقرة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ومصيري فيتش يا ربي أبي بأمر يتكر وبأمر يبيغمبر يتكر صلاة خد السر بنش حدود تذكر ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين سورة النساء آية تشاردي يدخله نارا خالدا فيها ديش بتت آجر جهنم دا والعياذ بالله ودي أبدي بيت رزيل خالدا فيها دي أبدي بيت جهنم دا والعياذ بالله يا ربي أم حدودة دنا در كبين سر حدودة تطرع وستيابين جابرت بيجت بغنبري عليه الصلاة والسلام من بسيار جيكير مقوتي يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة هكما فرزت خكرا وحرمت الحرام وتشتي حرام مش يسرخو حرام كير وأحللت الحلال وتشتي حلال وتنم كير أأدخل الجنة رخد بسيارة بسلمانة بسيارة وانو هدف وان ظان الدنيا نملكي ويا ودنيا نمالي كسيا دنيا بخدي او تدخوي او فنات بيت او تتكابر خو او او جل كبيش بيت ترزيد ابا دنيا بتنش فيري ابدا تشتكي دي الدنيا ده تنينا ده هي اللي دي شي قلت يا رسول الله كم من فيجت خويت فرس كرن وما حرام صار خو حرام كير وحلال ما صار خو حلال كير بس شي حلال مكير ادخل الجنه دي ما بحشتي پیغمبري عليه الصلاه والسلام قال نعم رواه مسلم مزقيني بواركسك ايو صابت پیغمبری صلوات خدا سلام چا جواب صحابی دا وصا جواب ابو منو بو تو بو امت امت همیه خلاص مزگینی بو بحشت عبد الله کر عمری گوت پیغمبری صلوات خدا سلام حجا خاطر خواستنه گوت حجۃ الوداع گوت خطبه بو ما خواند خوزی که تو خطبه یا عبد الله کر عمری پیغمبر صلوات خدا سلام برانبری هوا راستی ای بیت و پیغمبر بجی چد بیت اسو نبی ما وصلا کدی و فعلا پیغمبر مر لو ما نوی بو حجۃ الوداع حجا خاطر خواستنه قلت في غنبري صلاة خذ السربن بس يارش خلكي خريكرا ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قال أبو سلمان كيش هيف على خذك تظاني حرمات خذكنا كيش هيف شخرة أعظم حرمة حرمة طاوي شخرة ماصدر قالوا ألا شهرنا هذا يا رسول الله أفهي فام تيدا في قبي هي حجة قالوا ألا أي بلد أعظم حرمة تعلمونه أعظم حرمة كيش بلد كيش جه دف خدش خرب حرمة ترى وما ترى قالوا ألا بلدنا هذا مكة كعبة جي حاجة إن في جواب صد زارة قلت هم الصحابة وصل جابوا بيغمبري الداب دينك يا بلد أف بلد يا رسول الله شخرا حرمة ترى وما ترى قالوا ألا أي يوم تعلمون وأعظم حرمة كيش روش خرب حرمة ترى قالوا ألا يومنا هذا هاف رجع امتدى رجع عرفيبو خديت تخالي وتتعصمان الدنيا يا ستار وتبيجي قال لي حجي يا هرم زفر نبا وكينش نيش ديك تخوبون يا ربي برسغي حجي ما بكي قلت بيغمبري علي كيش روش خرب عظمت ترى وقدر ترى وحرمت ترى دف خدي قلت اف رجاء رسول الله قلت ما قلت كده بيغمبر شي بيجي قلت فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم قلت خدي تعالى حرام كرين سر هوا خينا هوا من خينا يكودو حلال كان ومالي هوا ونامي سا هوا پیغمبر علیه الصلاة و السلام خود خطبوی
إلا بحقها كحرمة يومكم هذا. شتي حرمتها في روجي وقدري في روجي في بلدكم هذا، في بلدي، في شهركم هذا، ذبهي فيدا في وصب قدر. ألا هل بلغت؟ سيجرى بيغمبري قلت ألا هل بلغت؟ أري من قهان دهوة؟ أري من رسالة خودي قهان دهوة؟ خينا هوا حرامة قالي بصرمانا ناميس وعرضي هوا حرامة. حاشا جنكت جنك خيانة المال خبكت كش خيانة لبكت وحيتين يا ستار حيتينك وأفب بيتا تقدم أفب بيتا بيشكفتن أفب بيتا خولي سري أفب بيتا بباراني أفب بيتا ببركتي أفب بيتا كشناش جنكا وصود نوانا وسحكنا إحصاءاتا وبسيار كش مصدرة رسمي خرج بخيرية وبأخلاقية قال الجهل ونظان أفش برديني عندك أول التنى عندك خود كجن عندك الجهل عندك حاقد سر ديني وسر إسلامي أفش برديني خود كجن خود سجن قضايا الصف تب كفن إنسان تجي دجي ديني خود ديني خو تو انسانه که وی اخلاقت اوه بیش بر دینی میلیون ایک دینی نگهید خلط دینی بخوینید نزانید چید نزانین و نتیگهش نخو خوب کشید هکه دینی پیش ایک حدیث دینی بزانید بیش دینی اصر محرام کرید حتی تو عذاب دابم انسان وی حدیث آنی نزانن هوا گولی باید حدیث آن نه پیغمبر چی دیجید علیه صلی اللہ علیه در حق کش نخو در انسان خوب کشید بیش حتی قیامت دید وی عذاب دابید یا بجا چوا خوب کشید چوا دین دیبیت سببی بید بس هكا ايك خلط ديني بجهيد ايك نزانيت ايك برخوب بز دينيت ها افا فيد فهم ما فيدو رسك يميد بجني ورا ورا افا امي شريعات تخينين وامي ماجستير ودكتوراي بشريعات تشين تخينين وكاش ما دينا بيت امي دينا شيارت كين يد وسوسية يد مخربات يد نفسية وانا نزان تو دينيني شادة يشيارت بيت يتد جهيد ايمانا ويا قويد بيت باوريا ويب نفسها ويا مكم بيت بس هكا ايك تش ديني خو نزانيت تشد بيت فيد افي نشاب دين بجني بس اوه خلقی خود کشن و سوشن بارابطه سرا بخیریه سرا بی اخلاقیه سرا بی ایمانیه سرا بی تحملیه سرا باوری به حدیثه نینه که اما گره در حد بم از هکی از خود کشن دش مشکل خلاص بم در حد بم باوری نینه باخرته باوری نینه عذاب و قیامت و قبری هاش بی دینیه اوه تو دینی نشه خلقی ده دابترسن دابترسن چه ترسن خلقی بکشن دابترسن شخوب کشن دا نبنه انسانت مزر ضرر الخوب کن و ضرر المال خوب کن و ضرر الملت خوب کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیجاره گویی هل بلغ هر سیجاره گویی عبدالله کرو عمری گویی همیاد گویی الا نعم تجهانت یا رسول الله گویی پیغمبری پشتینگی گویی وای حکم آن وای لکم گویی بیرامنینه که گویی وای حکم آن وای لکم یعنی قذف هوا بکن خلیف هوا بید چه وای رسول الله توت بیش صحابه گویی لا ترجعوا بعد کفارا نظرم پشتیم نبنا کافر چه وای بنا کافر یا رسول الله گویی یضربوا بعضكم رقاب بعض وقتی هن قتل ایکودو حلال کن یعنی که قتل ایکودو حلال کر کافر بون كافرون رواه البخاري ومسلم أحد أبا خطبة في غنبري عليه الصلاة والسلام وأبا مروفيد بيدين أبرك شو بحسي إرهابي وشو بحسي شو إرهاب أبو مدري خستي عشان كتبين إن إسلام سرد في نوان هات إسلام شو تؤجري بردا بيشي كيفرب جيتن وبيشي ويجا في السجيتن إسلام وصى شوق ورغبة وعالم الأوروبا والأمريكا والصين والله العظيم دفيك عالمك الصيني گویی 200 میلیون بصرمان ارسطینی 200 میلیون بصرمان و روش بر روشی زیادت بن چه فایده کری هاوی؟ اوه لعباش دره و ما چه کری؟ اسلام هاوی حجا اخیره پیغمبری اوه با علیه الصلاة والسلام شیار بن اوه دویگا ویوید کن اوه چش دینی نزانن حس که بلا ریه توان چار باز بن ریه بردان گلا کفصانه یا بومرو بید مجرم سری ور امتحاتی نخدا عادم و هندک ملحدت حوالت ملحدا هندک بدینت حوالت بدینای آواتی اسلامی و دینی اسلامی اول مکریه اسلامی اول مکریه ام پش نکوین ام نبینه دولت ام نبینه ملت که کرد توجش تیوی نه تو مخد خدعینی نه او متخد عینی تا به ریه بردان و عالمی سر نس الله اکبر و قرآن تلگرد اوی ملهاتینان کرد توی ملهاتینان به اخلاقت کرد تو دی مخد عینی بجامن ملت ملات بأخلاقي بسرد كبيت ملات بديني سرد كبيت ريبرد في ملاتي همي الشيخ وملابون قاضيبون سركيش دي ملاتي خر خدان دين وغيرت وشرف ونامزبون يبي شرف بيد منافيت يبي خير بيد منافيت يا ربي تشاهد يا ربي تشاهد يا ربي تو في أمتي صلاح كيف جارك يا ما حال أمتي خريفة يا حال أمتي خريفة يا بس سرد في نوان إسلام دي زفرت خلق حش إسلامت كان شعوب حش دينيت كان حش اخلاقت كان يي ضد في موج براوس يد خندقت موجا وبلا مازنه كيل بشت خدي يا ستار وجا كده مقاومه قال خديكت كده حاشا طاقه شر خديكت
مستحيله بشراس با متفائل با تجي دي لاخوي مامك بس تعمرك كورتي هاي بجي يا رب يفعم رقوريتا يا رب يفعم رقوريتا اس مسخر كم بودينتا اس خدمته ملت خوبكم از اوان مهمه از سروی بچم و پیغمبر ما اوان نشان مده شیار بم پشتی من از افران کافر چه این مالای کدو بخوای کدو حلال کن این خینه گلک هم مالای کدو حلال کدیه سرا پارا سرا دنیای سرا منصبا ها سرا کرسیکا خینه های کدو حلال کر بود شیار بن اوه کفره اوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کادی تر دا برای در روایت کتن بجیتن قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا دنیا خراب بیتان مروفک بودی نه دنیا